السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع ممتاز جدا، وجربته قبل ما أعرضه ليكم لأن الموقع مبالغ في الربح بتاعه. يعني الموقع بيعطيك 50% لمدة ساعة، فأنا حطيت 10 روبل تجربة وسحبت من الموقع، وفعلا السحب وصلني. هنحط هنا يا شباب الموقع، هنا بيقول لك اهو بيعطيك 50% لمدة ساعة، ودي معلومات ممكن تقروها. هتحط هنا رقم محفظة الباير، هنخش كده على الباير يا شباب هنلاقي ده اسم الموقع اهو يا شباب، وسحبت منه 1 روبل 81 سنت. هنجيب كده رقم المحفظة ونخش على الموقع، نحط هنا رقم محفظة الباير ونعمل تسجيل دخول. هتلاقي الموقع يا شباب كل اللي بيعد معاك بالشكل دوت، كل دقيقة بيضيف لك الأرباح اهو يا شباب. يتم محاسبتك 8 الدقيقة 8 سنت لمدة 60 دقيقة، لمدة 24 ساعة، من هنا يا شباب هتودع في الموقع. من هنا لو انت هتودع في الموقع بتختار المحفظة بتاعتك طبعا موجودة، بتحط المبلغ وتعمل ايداع، ومن هنا السحب يا شباب اهو يا شباب بتلاقي الرصيد بتاعك هنا، بتعمل طلب سحب بيوصلك على طول، ومن هنا رابط الإحالة. اهو يا شباب رابط الإحالة. وبعد كده هنا عملية الإيداع اللي أنا أودعتها، هي 10 روبل الرقم اهو يا شباب. بصوا انا ودعت 10 روبل ودفع لي 1 روبل و83 سنت، تمام يا شباب. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، واستغلوه في وديعة واحدة بس جربوه. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.